سامسونج تشعل المنافسة مع أبل، منتجات جديدة وخصائص مدعمة بالذكاء الاصطناعي، وهذه أبرزها. خاتم ذكي اسمه جالاكسي رينج له حساسات يمكن ربطه مع الهاتف ومع الساعة، يمكنه قياس معدل ضربات القلب وتنبيه المستخدمين عندما يكون المعدل مرتفعاً أو منخفضاً بشكل غير طبيعي، يمكنه مراقبة حركة الشخص أثناء النوم وقياس معدل ضربات القلب والتنفس، يمكنه اكتشاف نوع التمارين الرياضية التي يقوم بها المستخدم. يتراوح وزنه بين 2 و3 جرامات حسب الحجم الذي تشتريه، وله بطارية تدوم 7 أيام، له 3 ألوان، وسعره يبدأ من 399 دولاراً. ساعات جديدة وهي جالاكسي واتش 7 وجالاكسي واتش ألترا، وهي المرة الأولى التي تطلق فيها الشركة نموذج ألترا لساعاتها الذكية، وتشمل أجهزة استشعار جديدة وميزات تتبع رياضية. وبالطبع هواتف جديدة قابلة للطي، هاتف زد فليب 6 وجالاكسي زد فولد 6. الهاتفان معززان بخاصية جالاكسي AI للذكاء الاصطناعي، وتشمل الترجمة الفورية والمساعدة بإيجاد الحلول والعمليات الحسابية وغيرها. هاتف زد فولد 6 يبدأ بسعر 1899 دولاراً، وهو أنحف هاتف قابل للطي للشركة حتى الآن، حيث يبلغ سمكه 12.1 ملم فقط عند طيه. أما زد فليب 6 فيبدأ من 1099 دولاراً. برأيك كيف سترد أبل وغيرها على هذه المنتجات؟